اللهم يا سميع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف القربات، يا رفيع الدرجات، يا غافر الزلات، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك قبل أن تطاع فيه، الإيمان بك والإقرار بك، ولم نعصك في أبغض الأشياء أن تعصى فيه، الكفر والجحد بك. فاغفر لنا ما بينهما، واغفر لنا غيرهما، واغفر لنا سرهما وعلانيتهما. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك الشهداء الأبرار. اللهم رب الركن والمقام، رب المشعر الحرام، أقرئ رسول الله من كل مسلم السلام، وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله مما تعلمون ومما لا تعلمون.